تأثرت مملكة البحرين بأجواء غير مستقرة منذ يوم أمس، ما أدى إلى تساقط الأمطار على المملكة صباح هذا اليوم. ولمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس معنا عبر الهاتف الأستاذ علاء أبو علي، مشرف العمليات بإدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. مساء الخير سيد علاء. يعني بداية، ما هو تقديركم للحالة الجوية التي تسود الآن، وهل سنشهد مزيدا من تساقط الأمطار خلال الساعات القادمة؟ إن شاء الله. لحين التوقعات مستمرة حق تساقط الأمطار، تستمر ويانا على فترات إن شاء الله لبكرة الظهرية، بتنقشع إن شاء الله شوي شوي، بتحرك صوب الشرق وبتسود المملكة إن شاء الله أجواء جميلة وباردة إن شاء الله. نعم، طيب ما هي توجيهاتكم يعني في ظل هذه الأجواء لمرتادي البر، خصوصا مع بدء موسم التخييم، وإلى مرتادي البحر؟ حق المرتادي البر طبعا بيكون يختارون المناطق المرتفعة، وطبعا يأخذون حذرهم من الهبات. والبحر طبعا عندنا تحذيرات من أمس عن رياح قوية سرعة، ف يعني لازم ياخذون حذرهم وما يطلعون في البحر في مثل هالاجواء. نعم، طيب سيد علاء، يعني مع يعني حاله الطقس هذا والامطار، يعني هل نتوقع انخفاض في درجه الحراره؟ اي نعم، اوريدي انخفضت ان شاء الله من اليوم، كانت كلها تقريبا فوق المعدل، اليوم نعم. تقريبا حول المعدل حق شهر 27، اليوم متوقعينها 26 درجه، وبترد تنزل دون المعدل ان شاء الله في الايام الجايه مع استمرار الرياح الشماليه الغربيه القويه السرعه ان شاء الله. نعم، علاء ابو علي، مشرف العمليات باداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.